الحماس، الإثارة والتشويق وحتى الخوف كان حاضر معنا وحنا في طريقنا للملعب. دقائق قليلة قبل ما يصفر حكم المباراة بين المغرب وكندا، المباراة الأخيرة في دور المجموعات، المغرب عنده 4 ديال النقاط، محتاج غير نقطة واحدة أو فوز. كل شي بين يدينا، يا إما نتعادلوا يا إما نفوزوا باش نتأهلوا للدور 16. دور 16 اللي ما وصلناش ليه هذه 37 عام من سنة 1986، يعني اكثر من 2 ديال الاجيال من المغاربه ما عاشوش الفرحه ديال التاهل لهذا الدور في المونديال. يا ما عاودوا لينا الناس اللي كبار منا على التاهل ديال 86، زاكي، كريمو، بودربالا، خيري، واللائحه طويله. كيفاش سلخوا البرتغال وكيفاش قدروا انهم يحققوا التاهل من فم السبع اللي في هذيك الوقيته الفرق العربيه والافريقيه كانت من المستحيل انها توصل حتى للمونديال. فاليوم غادي نعيشوا داك الشيء اللي عاشوه خوتنا وحبابنا واصدقائنا هذه 37 عام. غادي نعيشوا نفس اللحظه اللي عاشوها والدينا وخوتنا في مونديال المكسيك، وغادي نعيشوها مباشره هذه المره من قلب ملعب التمامه بقطر. داك الشيء اللي كنا كنسمعوه دابا غادي نعيشوه، وغادي تعيشوه معانا حتى نتوما بنفس الاحاسيس والمشاعر والاثاره والتشويق والتبويشه اللي عاشوها جيل 86. ومازال جماهير كثيره كتسنى خارج الملعب غيدخلوا ان شاء الله وغيزيد يعمر التيران اكثر. الحمد لله والشكر لله، وصلنا في الوقت المناسب.
Yeah!